بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلاوية وبيت كل الناس كالعادة. أو طبعا يعني لا صوت يعلو فوق صوت افتتاح مونديال قطر اليوم بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي وصل إلى دولة قطر الشقيقة، وكان في استقباله الشيخ عبد الله بن حمد الثاني نائب أمير دولة قطر. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة السيد الرئيس في هذا الحدث الرياضي العالمي تأتي لتلبية دعوة شقيقه سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وذلك في ضوء العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط ما بين مصر وقطر. الحقيقة زي ما حضراتكم شايفين أمور رائعة بتحدث الآن في قطر، وفي خلال هذه الفترة أو بداية من اليوم لمدة شهر كامل خلال الفترة القادمة كل المنتخبات العربية والإفريقية والأسيوية وكل المنتخبات اللي في العالم كله اللي تأهلت لمونديال قطر موجودة على أرض قطر الشقيقة لمشاهدة ما يحدث في قطر خلال هذه الفترة. لأول مرة في تاريخ كرة القدم يحدث كأس عالم على أرض عربية زي ما حضراتكم شايفين، وجود الرئيس كمان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعتقد شيء رائع جدا جدا، وده أهمية قصوى لهذا الحدث التاريخي. فعلا الحلم أصبح حقيقة.